إبراج لهالأسبوع مع عالمة الفلك جمانة بيسي اليوم السبت 11 حزيران. أهلا وسهلا جمانة، اهلا فيك يا الأيام ليلى. عم تقطع بسرعة. ايه الزمن صار سريع اسرع من والساعات، يعني انا حكيت قبل مره انه السنه حتصير اشهر شهرين، الاشهر حتصير اسابيع، الاسابيع حتصير يوم، فالزمن عم بيمر بسرعه، وكل سنه عن سنه حيمر اسرع الزمن. زمان احنا وصغار كان النهار بيكون طويل كتير، نعمل فيه اشياء كتير، فهذا الزمن هيك بده يصير، يعني بيجي وقت اسرع كمان دينا، يعني الساعة، يعني الساعات بتصير تطلع ساعة، يا تحسي لطيف. ما تلحق تطلع الشمس إلا تغيب. فهلا نقول لمولود الحمل، المريخ على تقارب على مدار السرطان، ومن ميلة تاني على شمال غاب الفلك، عم بي المريخ عم بي كمان عم بيواجه المشتري، كمان بيعطيه شوية دعم، دعم نفسي، دعم معنوي، دعم اجتماعي لمولود الحمل. هذا بيساعده انه يكون عنده ثقة بنفسه اكثر، بالرغم من انه اوضاع هلا سيئة حواليه، ولكن هذا بيعطيه تفاؤل انه بالايام اللي جاية حيكون هو اهم من هالاسبوع على صعيد العمل وعلى الصعيد العاطفي، لانه هذا الاسبوع مثل كانه على انتظار وما عنده شيء مهم انه يقوم فيه، لكن تحركاته خليها تكون مدروسه، ما يغلط باي شيء، لانه غلطه الشاطر بألف، خاصه هو مليون غلطه لمولود الحمل. بيعه لمولود الثور حتم عنده ان شاء الله، عرضها من زمان، فالبيعه حتكون مقسمه وحيجي قسم من المال حيعمل فيه كأنه نصه مشروع نصه رح يشتري فيه بيت لمولود الثور، هو ترابي، وخاصة نجمة ثريا بيساعده أيضا مثل الميزان، في حيكون عنده شراكة بينه وبين مولود الميزان لينا مولود الثور. هلا بالنسبة لمولود الجوزاء اللي عم يشوفنا ويسمعنا واللي هو دايما بينطر، كل على فكرة أكثر المواليد اللي بحبوا الأبراج هن مواليد الجوزاء، لأنهم هوائية وبيشوفوا وين الهوا تاعهم وين بده يوديهم، فمثل الميزان والدلو اكثر شيء هن اشخاص بحبوا يسمعوا شو بيقول لهم البرج، شو بيقول لهم شو بتقول لهم التوقعات، بيقوموا بكل حذافيرها. فانت مولود الجوزاء هالاسبوع عندك دعوه للخارج، ممكن دعوه استجمام رح تكون على حساب غيرك، يعني كانه واحد عمل له خدمه حابب يفرحه بشيء، فما ضروري من افراد عائلته، ممكن صديق له، ممكن شخص غريب، لكن حيكون عنده مفاجأة برا انه تجمعه مع اشخاص يصير عنده عمل مهم لمولود الجوزاء. هون حتكون المفاجأة الكبرى هالاسبوع لمولود الجوزاء، فيحضر نفسيا، يحضر حاله نفسيا انه رح يكون هو بخطوات مهمة خارج ارضه، واذا ظبطت هالخطوات برا بقول له اي بلد هو كان فيها ما يفكر يرجع على أرضه، لأنه شغله رح يكون بهالأرض اللي هو رايح عليها. بالنسبة لمولود السرطان هالأسبوع منه مرتاح، خاصة في عندك مشاكل بالعمل، عليك إنك تستنى شوي وتنتهز الفرصة لما تصير الأوضاع شوي هادية، وتبرز نفسك وتبرز خططك اللي أنت خبي ورقتك هلا، لأنه خططك كلها حتكون مش مقبولة، لأنه في عنده مؤامرة كتير كبيرة مع مولود السرطان خلال هالأسبوع. مولود الأسد ورقة رابحة عكس مولود السرطان، ورقة رابحة بتربحها إن شاء الله، ممكن تكون مالية وعلى الأكترية تكون عملية، وعلى الأكترية يكون في بيعة على كثير من مواليد الأسد، مثله مثل مولود الثور حيكون عندهم بيعة، وهالبيعة رح تتم عنده، صار زمان ومثل كأنه بيعة كثير كبيرة رح تتم عنده لمولود الأسد، بتشيل من مكان لمكان آخر، حتى تفكيره رح يتغير بأشياء كان بده يعملها، بس حتتغير أمور كثير عندك بسبب الأوضاع المالية رح تتحسن عنده لمولود الأسد. أزرق عاطفيا منه مستقر كتير عاطفيا، فيركز على العمل وعلى البيعة، هاي دول اللي بيفيدوه هلا أكتر. مولود الأزرق العذراء مشاكل كتير عائلية، حدا بالعائلة عم بيعمل له مشكلة أزرق حتى يطلعه من المكان اللي هو فيه، فأنا بفضل لمولود العذراء يطلع إذا قادر عنده مكان يروح عليه هالفترة، مش على طول، يعني في حدا من افراد عائلته ما بده اياه بالبيت او شيء، او كانه بده ياخذ حقه بالمكان اللي هو فيه، يروح عند صديق، يروح سفر قريب
تمرق هالأزمة، لأنه هيدي الأزمة مش حتكون لصالحه، ممكن يكون في مشاكل، وهيدي حتى ما تأدي لمحاكم. إذا صارت الوسط فاتت بمحاكم طالت القصة، في حلها بطريقة أفضل. مولود العذراء إنه يظهر هو، هذا بكون ارتاح الطرف الآخر، وهو بكون أخذ وقت وشم الهوا، يعني ما عنده أي شغلات هي خسارة، بالعكس هيربح. بالنسبة لمولود الميزان العذراء الميزان، عنده بعض المفاجآت العاطفية، حب جديد بيدخل قلبه، ممكن هالحب يتوج بالزواج لامرأة أو للرجل. وهلا بهالايام ايه عم يتجوزوا، وخاصه مواليد الميزان اكثريتهم حيكونوا من البعض خطوبه، البعض الاخر زواج. واذا ما كانوا هاتنين بس، شخص رح يدخل حياته رح يغيره كل حياته. بعض مواليد الميزان في حتى شخص رح يدعمه ماديا بعمل ويساعده معنويا وماديا، وتتحسن اموره العمليه والماديه. العقرب مولود الميزان بالنسبه لمولود العقرب، هذا الاسبوع حيكون عنده بعد التعب كمان العائلي، بس رح يعديها بايجابياته هو. وتعود مولود العقرب اي صعوبات بتواجهه هو بتفكيره الايجابي، ممكن يعدي حتى ما تاثر عليه نفسيا. بس بنهايه الاسبوع عنده اجتماع مع رؤسائه، بيحملوه مهمه، وهالمهمة ممكن يقوم فيها وينجح فيها ويعطوه مهمات أكبر. مولود القوس المشتري عم يساعدك ماديا هالأسبوع، عم يساعدك إنك السلطة ممكن يكون عنده لكثير من مواليد المشتري، الأضواء مسلطة عليه، وإن شاء الله ما تاخذوا العين، لأنه العين بتأثر عليه. لمولود القوس عليه إنه يكتب رصاصة أو يحسن حاله بالقراءات، أكيد بيعرف ناس كثير شو هي رصاصة، أو يحسن حاله ببعض القراءات لحتى ما تأثر العين. إذا هالأشياء الحلوة اللي عم نقول له إياها ما تروح هدر، لأنه بتعرف العين بتودي الرجل الأبر أحيانا وبتوقع الجمل. يعني بالنسبة لمولود الجدي، تحسن صحي الحمد لله، أنت بأحس بأفضل الأوضاع الصحية، أمورك ميسرة المادية، وفي عندك شخص من الخارج بيحمل لك خبر سعيد، وممكن يكون من أحد أفراد عائلتك وتسمع له خبر حلو بسر القلب. حفيد بيدخل لمولود الدلو، مولود جديد لمولود الدلو ببيته، ممكن يكون لإله ممكن يكون حفيده، وهذا مثل ما بعزم الولد إلا ولد الولد. أما على صعيد العملي، في عدة أعمال بتنعرض عليه إنه يحسن الاختيار مولود الدلو، وما يستعجل بأي عمل هو بده يقوم فيه، ففي حيرة، بس ينقي الأفضل ويعمل مقابلات مع الكل. أنا بفضل هيك، ما ينقي إنه على الورق، ينقي يعمل مقابلات، وبنقي لأنه مقابلة غير ما نعم تكون على الورق بس عروضات أخيرا يعني. أما مظبوط. بالنسبة لنهاية المطاف اللي هو الحوض اللي بيختم فيها دايما أرباح طائل إن شاء الله، أصفار، عدة أصفار لمولود الدلو، صفرتين رح يكون الحوت عندك الحوت، ده صفرتين رح يكون عنده هالأسبوع. ممكن تكون الصفرة طيارتين بس يعني من محل لمحل، بس هالصفرات مش حتكون استجمام، حتكون عنده مقابلات وأعمال، كانت امرأة أو رجل، واللي هن على دراسة رح يعملوا وراءهم للخارج يكملوا دراستهم برا، كثير من مواليد الحوت. فأذن